مشاهدينا مساء عليكم بالخير وارحب فيكم اجمل ترحيب في برنامجكم الاسبوعي العين الساهره. وحلقتنا لهذا الاسبوع راح نسلط الضوء على قضيه من القضايا المهمه المروريه وهي قضيه الاستهتار والرعونه. كثير من الامور او كثير من المرات نشوف استهتار ورعونه في كثير من المناطق، فدائما هل الاستهتار والرعونه يسبب اللي هو تعطل حركه المرور ويسبب فقدان كثير من الارواح بسبب هالاستهتار والرعونه من خلال الحوادث اللي قاعد تصير، ويسبب انشغال الدوريات الامنيه في يعني يطلع عنده بلاغ مثلا يكون البلاغ هذا محتاج مساعده يروح يتوجه الى بلاغ الاستهتار والرعونه. راح نتعرف في حلقتنا اليوم على إجراءات وزارة الداخلية لاحتواء هذه المشكلة المرورية من خلال الإجراءات المطبقة من قبل وزارة الداخلية ومن خلال وزارات الدولة. تابعوا معنا هذا اللقاء. بالنسبة لقضية الاستهتار، هذه القضية طبعا الإدارة العامة للمرور مهتمة فيها اهتمام، هناك وضع خطط لهذه القضية. طبعا اليوم الاستهتار والرعونة الموجودة طبعا ما لها يعني اللي يعني أكثر ما يستهتر فيها هم الشباب، فئة العمرية من 18 وفي أقل من اللي هم الأحداث. طبعا احنا كإدارة عامة نتعامل معها في حزب، هناك قوانين يتم تطبيقها بالنسبة للحدث الذي يقوم بالاستهتار. طبعا احنا من تلقي البلاغ في وجود اي وجود هناك تجمعات للشباب المستهتر، نقوم كإدارة عامة المرور في وضع خطة مسبقة لهذا التجمهر او التجمع. يتم الاستعانة في جميع رجال المرور، سواء يتم اللي هم فرقة الرصد، فرقة المباحث عندنا اللي تقوم بالتوجه للبلاغ بالسرعة، يتم رسال لنا الأعداد المتواجدة في هذا الاستهتار، يتم لنا عدد المركبات المتواجدة وعدد المتجمهرين، من ثم نقوم احنا كإدارة عامة المرور في وضع خطة لتطويق هذا المكان وضبط جميع المستهترين في الموقع. بعدها احنا كإجراءات لضبط المستهتر هناك إجراءات قانونية يتم طبعا احنا عندنا مواد قانونية احنا نلتزم فيها. طبعا يتم تطبيق المادة 207 اللي هي حجز المركبة، مركبة المستهتر وحجز المستهتر في نظارة المرور لعرضه على النيابة. بالنسبة للأحداث طبعا لهم إجراءات أخرى، وهو طبعا تسليمه إلى إدارة شرطة الأحداث، ويتم حجز أيضا المركبة، وهذا هناك إجراءات قانونية أخرى يتم تطبيقها. يوجد نص قانوني بالنسبة لمخالفة المتجمهرين في حال تواجدهم بمواقع الاستهتار أو المواقع اللي ممنوع التواجد فيها. دائما مواقع الاستهتار ما تسبب عرقلة كبيرة بالنسبة للشارع، والمتجمهرين كذلك يساهمون بهذه العرقلة، فيتم على ذلك مخالفتهم بالإضافة للمخالفات اللي متواجدة على المركبة أو صاحب المركبة. طبعا مباحث المرور لهم دور كبير في هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الاستهتار.
طبعا انت عارف الاستهتار اعداد يكون مهوله من الشباب في مناطق خارجيه، يعني مثل عندك مناطق البر وعندك مناطق صوب الشاليهات او المزارع. فدور المباحث هو دور كبير بالنسبه لنا. اولا المباحث يقوم باعطائنا احنا كدوريات، يعطينا الاعداد المتواجده عندنا، يعطينا يقوم برصد ارقام لوحات السيارات المتواجده في الموقع، بحيث انه حتى لو كان هذا الشخص ما تم ضبطه في هذا ما تم ضبطه طبعا في نفس الموقع، ممكن احنا نرجع الى رقم لوحه السياره ويتم الاستعلام عن الشخص، ومن ذلك نقوم بحجز المركبه عن طريق المباحث، يتم طلب هذا الشخص عن طريق المباحث ويتم اجراءات القانونيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الان طبعا وردنا بلاغ من العمليات المركزيه بنفس المنطقة في استهتار رعونة. طبعا تم رصد الشخص حاليا من قبل دوريات مدنية بالتعاون مع مباحث المرور. الآن مثل ما انتم شايفين تم عمل نقطة تفتيش والتأكد من سير الشخص. الآن الشخص حاليا باتجاه موقع التفتيش، راح يتم طبعا التعامل وياه وفقا للقانون، تحرير لمخالفة استهتار الرعونة، كذلك تحويل الشخص إلى نظارة المرور. دائما طبعا محافظه تواجه كثير من بلاغات الاستهتار الرعونه، ويتم التعامل معها وفقا للقانون مع التنسيق مع العمليات المركزيه. بالنسبه للاستهتار اللي يكون فيه اعداد كبيره، دائما نتشارك ويا اخواننا وزملائنا بالنجده، كذلك زملائنا بالامن العام قواهم الله، وتشكيل فرقه طبعا موسعه بحيث تكون القوه كافيه في الدخول الى طبعا البلاغات الكبيره من استهتار الرعونه. نعم طبعا في هناك اشخاص يقومون بتصوير الدوريه، ويكون هو بالاستهتار فيقوم بتصوير الدوريه وتصوير رجال الامن، وهذا طبعا احنا هناك في اجراءات، طبعا هو في عندنا يتم تحويلها الى اداره الجرائم الالكترونيه، من حيث يقومون جرائم بالاستعلام عن هذا الشخص اللي قام بالتصوير الدورية أو تصوير رجال الأمن، أو يقوم بالتلفظ بألفاظ غير لائقة على رجال الأمن، ومن ذلك يتم طبعا محاسبته ورفع قضية عليه عن طريق الجرائم الإلكترونية. يوصل بلاغ من العمليات المركزية إلى عمليات المرور في وجود استهتار الرعونة. طبعا في بلاغات يكون فيها أعداد كبيرة من المركبات المستهترة، وفي بلاغات تكون مركبة أو مركبتين فقط. وطبعا في هناك عندنا فرقة رصد اللي هي المباحث المرور، طبعا متابعين جدا الى التواصل الاجتماعي في بعض الاحداث او الاشخاص اللي يقوم. وطبعا في هناك عندنا فرقة رصد اللي هي المباحث المرور، طبعا متابعين جدا الى التواصل الاجتماعي في بعض الاحداث او الاشخاص اللي يقوم في وضع تصوير للاستهتار او ابلاغ عن مكان تجمع لهذه المركبات، فهناك طبعا رصد لهذا الموضوع. طبعا هناك اجراءات قانونيه يتم التعامل معها عن طريق الاداره العامه للجرائم الالكترونيه. فالبلاغ اللي واصلنا اليوم ان في اعداد كبيره من المركبات تم رصدهم طبعا من قبل مباحث المرور، زملائنا مباحث المرور تم رصد المركبات، وبلاغنا طبعا بانواع المركبات واتجاههم. اغلب المركبات طبعا الان تم عمل اللازم، تم فض التجمهر بالكامل وتم فض الاستهتار. الان اغلب المركبات باتجاهنا حسب إفادة طبعا العمليات كذلك مباحث المرور. الآن طبعا راح يتم استيقافهم وتحويل الأشخاص إلى نظارة المرور، بالإضافة إلى حجزهم وفق المادة 207 من قانون المرور استهتار الرعونة. طبعا ظاهرة الاستهتار هي ظاهرة موجودة، طبعا احنا ما نقدر نقول انها هي تزايد. احنا طبعا من تطبيق القانون والحزم طبعا من القياده العليا، من سيدي معالي وزير الداخليه والسيد وكيل وزاره الداخليه، طبعا هناك اجراءات قانونيه صارمه على هذه الظاهره،
فطبعا يتم تقليض العقوبة اللي هي حجز المركبة شهرين. فيعني بدأ احنا تقل الأعداد عندنا في بالنسبة للاستهتار. بالنسبة طبعا أغلب الفئات العمرية اللي يتم ضبطهم مستهترين يكونون من فئة الشباب أو فئة الأحداث. في فئات عمرية كبيرة يعني في أشخاص بعمر 30، في أشخاص بعمر 35 تم ضبطهم وتحويلهم، هو الإجراء واحد. بالنسبة للحدث طبعا يتم تحويله إلى مباحث الأحداث، من ذلك يتم أخذ الإجراء فيه بتحويله لنيابة الأحداث من قبل مباحث الأحداث طبعا. كذلك طبعا بالنسبة لباقي الفئات العمرية اللي هم من سن 18 وفوق يتم تحويله إلى نظارة مرور ويتم حجزه إلى حين الإفراج عنه من قبل السيد وكيل الوزارة. طبعا بالنسبة يتوقع الشخص المستهتر بأن هذا أنه هو راح يفلت من هذه العقوبة. احنا نقول أن اليوم العقوبة طبعا موجودة والقانون موجود، طبعا راح يتم تطبيق القانون على الشخص المستهتر. طبعا عندنا احنا قوانين في الإدارة العامة للمرور يتم تطبيقها من ناحية حجز المركبة، سحب الرخصة، ايضا احنا نرفع الى المحكمة وله دور طبعا في تقليض العقوبة هناك بالمحكمة. صحيح، دائما إدارة الأحداث مشكورين يقومون طبعا باستلام الأشخاص وأخذ الإجراء فيهم عن طريق تحويلهم. فقط يطلبون أن الإجراء يكون كامل بالنسبة لنا، اللي هو يتأكدون من المركبة محجوزة فعلا الحدث هذا، قائد المركبة ما عنده رخصة نهائيا أو حدث، ومن ذلك يتم طبعا تحويله إلى نيابة الأحداث من قبلهم. طبعا احنا دائما عند تلقي أي بلاغ عن طريق العمليات في وجود تجمعات أو استهتار، طبعا هناك خطط. دائما احنا بالإدارة العامة للمرور بشكل دوري نسوي خطط بحيث انه يتم السيطرة على هذه الظاهرة. ففي هناك ضباط موجودين مختصين في هذه الضبطيات، هناك ما عندنا المباحث، فرق الرصد اللي على مدار الساعة قائمة في عملها في رصد جميع التجمعات في الأماكن اللي تم فيها الاستهتار. طبعا بالنسبة لفئة المستهترين أشخاص بعضهم يكون متعاطي وبحالة غير طبيعية، يعني تم ضبطهم والتعامل معهم ونلقى طبعا بحوزتهم ما مخدرات أو مواد يشتبه فيها طبعا اللي هي مواد مسكرة، فيتم أخذ الإجراء فيهم كامل. البعض منهم ما هو متعاطي طبيعي، ولكن الاستهتار اللي فيه عدم الحرص على حياة الآخرين يتم طبعا أخذ الإجراء فيهم كامل، تحويلهم إلى نظارة المرور. أو طبعا الشخص المتعاطي أو الآن ماخذ مواد مسكرة طبعا يتم تحويله للمباحث المخدرات. طبعا الإدارة العامة للمرور هناك فيه خطط دائمة بالإدارة العامة للمرور. طبعا اليوم احنا عندنا دوريات، اليوم مثل ما انت عارفين ان الدورية الآن مجهزة في كاميرات، مجهزة في أجهزة، مجهزة في دوريات ذكية فيها استعلام. طبعا أصغر مستهتر تم ضبطه بالنسبة لنا أثناء تساقط أمطار علينا بالمحافظة، فتزيد دائما أثناء تساقط الأمطار اللي هو بلغات 6 الربع. أصغر مستهتر صدناه عمره 11 سنة، يعني أنا ما كنت أتخيل أن مستهتر بهالعمر هذا 11 سنة.
طبعا حضر والده للمغفر، وحسب إفادة والده أن ما عنده خبر أن المستهتر هذا أو الحدث هذا ماخذ السيارة وطالع من وراء. طبعا هناك بالنسبة لهذه الظاهرة لإدارة الاستهتار، هناك في تعاون بين وبين الأخوان في وزارة التربية وأيضا الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة. احنا طبعا كإدارة عندنا إدارة قسم التوعية نقوم بإرسال أحد الضباط من المدربين في محاضرات توعوية بالنسبة لظاهرة الاستهتار وعدم قيادة المركبة بدون رخصة وبشكل دوري طبعا. وعندنا احنا طبعا توزيع بروشرات، ايضا عندنا يعني بشكل دوري يعني عندنا. من الحوادث المأساوية يعني اللي صارت وكان فيها وفاة، عندنا حادث بالوفرة كان في عدد تجمهر كبير وشخص اثناء استهتاره طبعا ما قدر انه يسيطر على مركبته وتم دهس تقريبا 4 أو 5 أشخاص، منهم شخص ما قدروا يسعفون الآن. من الحوادث الأخرى عائلة كانت على إحدى تقاطعات المحافظة وكان في مركبة مستهترة، شبت الإشارة خضراء طبعا مدعوة اللي تقود المركبة ارتبكت ما عرفت شو تسوي، فصار حادث وفي إصابات. يعني أحد الأطفال الموجودين بالمركبة طبعا عانى من كسر، لا الحمد طبعا تم ضبط قائد المركبة ومركبته وتحويلهم إلى جهة الاختصاص. أولياء الأمور يتوقع أن إذا كان ابن القاصر هذا متواجد في 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 مناطق الاستهتار اللي يتم فيها الاستهتار، هو خارج طائلة القانون. احنا نقول أن هناك في مخالفة اسمها مخالفة التجمهر. اليوم جميع المتجمهرين راح ياخذ مخالفة، سواء كان من الناس اللي واقف متفرج أو كان راجلا أو كان يقود المركبة، يتم طبعا ياخذ مخالفة اللي هي مخالفة التجمهر. دائما نجد الإعلام الأمني من أكثر القضايا اللي يتكلم عنها طبعا بالنسبة لمرتادين الطريق، اللي هي مشكلة استهتار والرعونة، لأن هذه المشكلة ما تخصك أنت كقائد المركبة، أنت تأذي نفسك وتأذي غيرك كذلك من مرتادي الطريق. فكثيرة من المواقف اللي شاهدناها أنك أنت تقوم بإذاء غيرك أكثر مما يعني تأذي نفسك بالمشكلة هذه، وما في أي مراعاة يعني تنتهي حريتك عند انتهاك حريات الآخرين. كلمة أخيرة طبعا بالنسبة للمستهترين بشكل عام، وأيا كان نوع الاستهتار، سواء القيادة بسرعات عالية على الطرق العامة أو طبعا اللي هو استهتار رعونة، عمل بتاوين، فهذه الحالة طبعا أنت ما تأذي نفسك فقط، أنت قاعد تأذي غيرك من مرتادي الطريق. يعني مرتادي الطريق منهم الكبير، منهم المريض، منهم التعبان، منهم المرأة، منهم اللي أساسا يخاف من القيادة بشكل عام فتلقاه حريص. فأنت بهالشكل هذا قاعد تأذي غيرك، حياة الآخرين أنت قاعد تتعرض لها بالسوء. طبعا بعد بالنسبه للقاده الدوريه، طبعا الان سواء كان ضابط ولا عسكري بالنسبه للمهامه كقاده دوريه طبعا يفرق معاه بالنسبه خصوص المركبات، خاصه تدقيق على المركبات. طبعا تدقيق على المركبات بخصوص المركبات العطلانه، كذلك بخصوص الحوادث طبعا اللي تكون على الطريق العام اللي تسبب طبعا من رواد الطريق خطر بالنسبه للحوادث اخرى او ما يؤدي طبعا دهس الشخص او بالنسبه للامور طبعا عطل بالمركبة نفسها. طبعا بالنسبة لأهم شغلة تكون عندنا طبعا بالنسبة لقادة الدورية أو بالنسبة للمرور بشكل عام، خاصة بالنسبة لتنظيم سير الحركة، طبعا هي خاصة الأساس الأول بالنسبة للمهمة طبعا لقادة الدورية اللي هي تنظيم سير حركة المرور بشكل كامل. طبعا هذا من الأساسيات طبعا اللي هي قسم تنظيم سير الحركة، اللي هي أساسيات طبعاً تي مركبة الثانية اللي هي طبعاً المخالفات. فقط تدقيق الأساس طبعاً تسير الحركة بشكل كامل بالنسبة للتقاطعات أو من الطرق الرئيسية أو بالنسبة للمداخل ومخارج المناطق على حسب المحافظة. كل محافظة يكون لها ترتيبات معينة وجدول كامل بالنسبة للتقاطعات اللي عنده أو بالنسبة للمداخل ومخارج طبعاً المناطق نفسها يختلف. طبعاً في بعض المحافظات يكون فيها عدد تقاطعات أكثر،
وبالنسبة للطرق السريعة يكون في عندها خطوط سريعة بالنسبة لعدم وجود تقاطعات إلا ارتباطها مع المحافظات الثانية. بالنسبة للمرور طبعا خاصة بالمخالفات الجسيمة اللي يكون فيها أكثر خطورة على طبعا معتادين الطريق اللي هي الاستتار العونة. طبعا الاستتار العونة بالنسبة لقائد المركبة يكون متهور بشكل مو طبيعي. طبعا تسهل عنده بالنسبة لقيادة المركبة والاستهتار وانشغال الدوريات اغلبيتها بخصوص المساعدات الإنسانية بالنسبة للمواطنين. يستغلون طبعا انشغال الدوريات بخصوص اللي هي طبعا مساعدة قائدين الطرق، كذلك بالنسبة لتسهيل الحركة بشكل كامل. ثم انت عارف طبعا وقت المطر اذا كان طبعا الموسم وقت المطر بلشت الان يكون كمية المطر غريزة، طبعا يقلل الرؤية بالنسبة للشارع الرئيسي فتقل سرعة المركبات فيسبب حوادث، وطبعا يكون في انشغال بالنسبة للدوريات طبعا بخصوص الإصابات أو بالنسبة للحوادث الاتفاقات المادية. طبعا بالنسبة للمركبات خاصة المستهترة يكون أغلبية يكون في تجمع عام، طبعا يكون عن طريق شخص او شخصين يتم جمع اغلبيه المستهترين عن طريق التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا سواء السناب شات او بالنسبه للانستغرام او بالنسبه طبعا الفئه القديمه اللي هي البي بي ام البرودكاست. طبعا يختلفون بالنسبه للاعمار عن الاشخاص، طبعا بالنسبه للاعمار الصغيره يكون دائما المستهتر مو عارف شنو يسوي بالنسبه للشارع، ما يصير خطر مثل ما انت عارف. طبعا بالنسبه للاعمار الكبيره يكون اغلبيتها يكون في حاله غير طبيعيه بالنسبه للتعاطي، كذلك بالنسبه لتناول المواد الكحوليه فيكون الشخص بحالته غير طبيعيه خطر على معتادين الطرق، كذلك بالنسبه للدوريات. طبعا الان كل ما يجينا بلاغ بخصوص الاستهتار او حاليا تجمهر عدد كبير من المواطنين او حاليا بالنسبه للمستهترين يكون في خطه طبعا قبلها بالنسبه لرئيس الزام او بالنسبه لرئيس القسم يكون عمل خطه قبل الدخول للاشخاص وضبطهم. طبعا تكون طريقه على حسب عدد الاشخاص، مثلا يعني يكون عندك 3-4 مركبات او لعشر مركبات يحتاج طبعا فقط دخول 4 أو 5 دوريات سهلة تسيطر عليهم بالنسبة للمركبات، كذلك ضبط الأشخاص وعدم تعرض لأي أحد للأذى. كذلك طبعا بالنسبة للعدد إذا كان أكبر في عدد يوصل لغاية 300-400-500 مركبة متجمهرة يتم استعانة أولا بمباحث المرور، طبعا يكون التنسيق معاهم قبل دخول البلاغ طبعا بفترة معينة يعني على ما يتم التخطيط لطريقة الدخول وضبط المستهترين. طبعا الخطه تكون بيننا وبين طبعا المباحث يتم فقط بدايه تدوين رقم المركبات المستهتره كذلك المتجمهره، كذلك تصوير العدد بكامل وتدوين الارقام بشكل كامل، بعدها يتم ابلاغنا بعدد التقريبي بالنسبه للمركبات، كذلك طبعا الموقع بالضبط، كذلك طريقه الدخول. في هالحالة طبعاً يكون عندك عدد كبير بالنسبة لدوريات المرور، كذلك يتم الاستعانة بدوريات النجدة، كذلك الأمن العام عن طريق عمليات الوزارة. عمليات الوزارة تم تنسيق بينها وبين دوريات اللي هو إدارة المرور، عمليات المرور، كذلك عمليات النجدة وبالنسبة لعمليات الأمن العام. يتم التنسيق بينهم طبعاً بعدد معين على حسب قائد الموقع اللي هو طبعاً أمر الموقع، يكون أعلى رتبة بالنسبة للموقع هو اللي يحدد بعدد اللي محتاجه بالنسبة للأمن العام أو بالنسبة للنجدة، كذلك بعدد كامل بالنسبة لدورياته. طبعا يحاولون الدوريات كثير ما يقدرون يسيطرون على الموقع بالنسبة طبعا بدون لا يكون في أضرار. طبعا كذلك بخصوص المركبات اللي يتم الهروب يتم استرجاعها عن طريق الأرقام اللي تم تدوينها عن طريق المباحث. 7 عمليات طبعا الان حاليا اخذت لي اكثر من جوله نفس الموقع، شات لي مركبه مستهتره الان، طبعا قاعد يتم متابعه المركبه كذلك حاليا تدوين البيانات. للعلم عمليات حاليا
لو دون عندي رقم الآن كذلك حاليا تم التأكد بخصوص المركبة. طبعا اللون كذلك نوع المركبة بالنسبة لرقمها تم تدوينها الآن، عمليات قاعدة تتابعها، فقط راح أتأكد حاليا إذا الشخص طبعا هروب راح يتم تدوين تقرير بالنسبة للمخالفات. بالنسبة للمخالفات طبعا الستار رعونة، كذلك بالنسبة لرفاقها بتقرير. إخبارية واضحة، عمليات. العدد الأكبر في زيادة الحالات هو قبل استلام الحدث رخصة القيادة، يعني بفترة يقول له والله هو مقبل الآن يستلم رخصة القيادة، باقي له شهر أو باقي له سنة أو باقي له مثلا عدة أشهر، فلذلك تلاقي ولي الأمر يحاول قدر المستطاع أن يدرب هذا الحدث في الشارع بدون مؤسسات التعليم الموجودة، فهذا يؤدي الدور أنه ولا يكون عليه رقيب ولا يكون حتى أيضا يمكن حتى ما أخذ الاستمارة المعنية في تعليم القيادة، فهذا يسبب سلبا على وضعية الحدث. وبعض الأحداث يعني دخلوهم للأسف أولياء أمورهم في مشاكل بإعطاهم سيارات سببوا جرائم للآخرين في حوادث إصابات بليقة، تلاقي الحدث متفوق دراسيا من خلال هذا الجرم، أصبح الآن مودع في دار رعاية الأحداث ويتلقى الحكم الصادر له، وهذه كلها يعني نتيجة إهمال ونتيجة عدم وعي من قبل ولي الأمر في هذا الجانب. فنتمنى أيضا يعني من خلال الجهاز اللي موجود في مكتب المراقبة الاجتماعية أن يكون هناك إرشادات ونصح وإعطاء الحدث يعني نوع من الثقافة، أن إذا أكمل السن القانوني بعد 18 سنة تقدر أنت تأخذ رخصة القيادة، تقدر تطلع ما حد يأذيك في الشارع، لما تكون أنت إجراءاتك وثبوتاتك سليمة أنت تكون حر ولا تأذي الآخرين. أيضا البعض منهم يعني يفكر أو يعتقد أن من أولياء الأمور أن لما يعطي السيارة للولدة أو بنته أنه هو نوع من الثقة أو نوع من التكريم له فيه لما يتخرج مثلا من مرحلة من مراحل الدراسة، فيعتقد هذا جانب تكريم وهو جانب للأسف يعني جانب سلبي على الحدث وانعكاساته جدا خطيرة، بحيث أنه ما تعرف أن هذا الحدث ممكن يأخذ أصدقاء ثاني له، يسبب مشكلة في الشارع، يؤذي الآخرين، يقتل أرواح أبرياء ما لهم ذنب في وجودهم في الشارع. فلذلك يعني نحاول قدر المستطاع أن يكون توعيتنا أولا لأولياء الأمور، ثانيا للأبناء، أن المحافظة على القوانين المعمول فيها في الدولة، المحافظة على الأنظمة، المحافظة على الممتلكات الدولة. فلذلك يعني بتكاتف الجميع هو نقدر أن نوصل لبر الأمان، وأيضا المحافظة على شبابنا وعلى أرواحهم، هذا مطلب أساسي من قبل جميع الوزارات ومن قبل جميع الجهات في الدولة. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى نكون قدرنا نوصل الرسالة التوعوية المرورية من خلال اللقاءات مع أخوانكم رجال الداخلية والدور اللي يقومون فيه في حل المشاكل المرورية، منها المشكلة اللي قاعد شفناها اللي هي استهتار والرعونة في بعض المناطق. فنتمنى نكون رسالتنا المرورية وصلت اليوم، نلتقي معاكم في الأسبوع القادم، لكم مني أجمل تحية ومع السلامة.